السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم بثاني أكبر خزان للوقود والمحروقات في الجزائر، واللي تم تدشينه مؤخرا يعني بعد توسعة، واللي يقع في ولاية سيدي بلعباس، ونشوف يعني الحجم الضخم لهذا يعني المستودع أو الموقع تاع التخزين للمحروقات، واللي يعطينا يعني فكرة عن المستوى الذي وصلت إليه صناعة المحروقات في الجزائر، وحيث أنه بدون ما نذكر أنه التسيير جيستيون دو ستوكاج يعني التسيير تاع مخزن بهذا الحجم يتطلب تقنيات جد متطورة، يتطلب كفاءات كبيرة ومعدات ل يعني تاع أمانة تاع الأمن وتاع التسيير وتاع معرفة الكميات، يعني سكون أبيل لا جيستيون دو ستوك. إذن فيه تقنيات وتكنولوجيا جد متطورة في تسيير هذا الخزان العظيم الكبير جدا، يعتبر ثاني أكبر خزان بعد خزان تاع سيدي رزين في الجزائر العاصمة. أترككم بدون إطالة مع الفيديو الذي تم إنتاجه من طرف شركة سوناتراك، مجمع سوناتراك. إذن بدون إطالة خليكم مع الفيديو، والسلام عليكم.